وللمزيد ينضم إلينا علاء رشوان مراسل التلفزيون المصري من دبي. علاء، هل تطلعنا على جدول أعمال السيد الرئيس في دبي في إطار مشاركته في هذه القمة العالمية للحكومات؟ السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يحل ضيفا على الدورة العاشرة من دورات انعقاد قمة الحكومات العالمية التي تستضيفها الإمارة الإماراتية دبي منذ عام 2013. هذه القمة الهامة التي تأتي في دورتها العاشرة، مصر هي ضيف الشرف الرئيسي في عجالة عدد من الأرقام التي تعكس أهمية هذه القمة. 20 دولة، 20 رئيس دولة وحكومة سوف يشارك في فعاليات هذه القمة من 150 دولة، أكثر من 10,000 مشارك من القطاع الحكومي والقطاع الخاص في كل دول العالم، 220 جلسة وندوة وورشة عمل ودائرة مستديرة سوف تستضيفها هذه القمة التي سوف تنطلق اعتبارا من 13 إلى 15 من فبراير الجاري. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يحل ضيفا كما أشرنا على هذه القمة لما أولته الدولة المصرية طوال السنوات الماضية لعدد من الملفات الهامة التي تتعلق تعلقا مباشرا بعملية التنمية المستدامة، واتصالا أيضا بأهم وأبرز الموضوعات التي سوف تناقشها هذه القمة التي تأتي تحت شعار استشراف حكومات المستقبل. ربما أبرز هذه الملفات قضايا الحوكمة والذكاء الاصطناعي، التحول إلى الرقمنة، بالإضافة أيضا إلى تعزيز قدرات الحكومات في مواجهة عدد كبير من التحديات الآنية في مقدمات التحديات الاقتصادية والتحديات التنموية، بالإضافة أيضا إلى عدد آخر من الملفات البارزة مثل ملفات وقضايا التعليم، الإسكان، الفقر ومكافحة الفقر، تمكين دور المرأة والشباب في عمليات التنمية المستدامة، بالإضافة أيضا إلى عدد كبير من الموضوعات والتحديات التي تواجهها دول العالم في هذه الأثناء. لتخرج هذه القمة كما هي الدورات السابقة بعدد كبير من التوصيات تمثل خارطة طريق لهذه الحكومات في المستقبل لمواجهة هذه التحديات التي أشرنا إليها. مشاركة السيد الرئيس تأتي يعني بشكل فيه إشادة للدور المصري والدولة المصرية التي اتخذته طوال السنوات الماضية في مواجهة هذه التحديات، وأيضا في إطار العلاقات الأخوية المتميزة التي تربط بين مصر والإمارات. السيد الرئيس سوف يشارك في عدد كبير من فعاليات وجلسات هذه القمة، ربما أولى هذه الجلسات التي من المنتظر أن يشارك فيها السيد الرئيس صباح غد، وهي الجلسة الافتتاحية الرسمية الرئيسية لفعاليات هذه القمة، بالإضافة إلى عدد كبير من اللقاءات الثنائية التي من المتوقع أن يجريها السيد الرئيس مع عدد كبير من رؤساء وقادة وزعماء الدول المشاركين أو الدول المشاركة في هذه القمة، بالإضافة أيضا إلى عدد آخر من رؤساء المنظمات الإقليمية والدولية العاملة في مجالات الخدمة الإنسانية وأيضا في مجالات التنمية، بالإضافة إلى أيضا القطاع الاقتصادي والشق الاقتصادي الذي سوف يتصدر لقاءات السيد الرئيس مع عدد كبير من المسؤولين والمشاركين في هذه القمة. كما أشرنا، عدد كبير من المشاركين في هذه القمة يبلغ عددهم أكثر من 10,000 من كل القطاعات، سواء على المستوى الحكومي، وزراء للتعليم، للصحة، للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة أيضا إلى قادة القطاع الخاص ورواد الأعمال في عدد كبير من الدول، يبلغ عددها أكثر من 150 دولة تشارك في هذه الفعاليات. 220 جلسة وورشة عمل وندوة ودائرة مستديرة سوف تنطلق بداية من صباح الغد. كما أشرنا، السيد الرئيس يترأس وفد مصر رفيع المستوى سوف يشارك في أغلب أو بعض هذه الفعاليات والجلسات، في إشارة إلى أهمية الدور المصري في عملية التنمية المستدامة والتي انطلقت في مصر منذ 8 سنوات أو مع انطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي منذ عام 2016، وسط إشادة إقليمية وعربية بنجاح هذا البرنامج، وأيضا استضافة السيد الرئيس كونه ضيف الشرف الرئيسي يعكس أهمية ومتانة العلاقات التي أشرنا إليها بين مصر والإمارات. نعم إلهام. نعم. أشكرك جزيل الشكر علاء رشوان مراسل التلفزيون المصري من دبي.